الصحراء الغربية قضية لم يحسم مصيرها حتى اليوم. هذه المنطقة تشكل الامتداد الجنوبي للمغرب والشرقي للجزائر والشمالي لموريتانيا، أي إنها نقطة الوصل التي تربط هذه الدول وما لذلك من تدخلات سياسية. في العام 1975 انسحب المستعمر الإسباني من هذه الصحراء بعد أكثر من 90 عاماً من الاحتلال. بعد خروج الإسبانيين دخلت القوات المغربية وسيطرت على الصحراء بمطالب تاريخية حول سيادتها على الأرض الصحراوية. منذ العام 75 نشب نزاع مسلح بين الصحراويين المطالبين بالاستقلال وبين المغرب التي تنادي بالسيادة المغربية على المنطقة. دول وأطراف عدة دخلت على خط النزاع. عام 91 توقف إطلاق النار وفقاً لخطة سلام ترعاها الأمم المتحدة. هذه الخطة نصت على استفتاء للصحراويين يعطيهم الخيار ما بين الاستقلال أو الانضمام إلى المغرب. تأجل الاستفتاء مرات عدة، وآخر موعد رسمي تقرر هو صيف العام 2000. لكن برزت مواقف ومؤشرات جديدة أحالت هذه القضية إلى مزيد من التأجيل، ما يعني إبقاء هذه الجبهة مفتوحة. لم يكن الوصول سهلاً، إذن مسبق للدخول واجتياز مسافات طويلة في منطقة شهدت صراعات حادة زاد من صعوبتها طبيعة قاسية يصعب تكييفها أو التعود عليها. رحلة في عمق الصحراء كي ندخل إلى الجمهورية العربية الصحراوية. تسمية أطلقتها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة بجبهة البوليساريو على المنطقة التي تسيطر عليها بمحاذاة الحدود مع المغرب. هنا نقطة امتداد لأطول صراع عرفه شمال إفريقيا. الصحراويون موزعون، بعضهم في المناطق التي تسيطر عليها المغرب منذ العام 75، فيما القسم الأكبر يعيش نازحاً في مخيمات حدودية قرب بلدة تندوف جنوب الجزائر وتعرف بمخيمات تندوف، وبعض آخر في شمال موريتانيا. في مخيمات تندوف ما هو أشبه بالحكم الذاتي. السيطرة هي لجبهة البوليساريو التي تأسست رسمياً عام 1973 بعد عقود من محاربة المستعمر الإسباني. تجمعات سكانية في بقعة لا أهمية استراتيجية لها سوى ذلك الصراع المنسي. بيوت الطين الهشة والخيم بالكاد توفر أي حماية، وفيها يعيش قرابة 150,000 صحراوي كما يطلق عليهم نسبة إلى الصحراء الغربية. مياه الشرب نادرة وظروف المعيشة سيئة. تمكن اللاجئون من النجاة بفضل المساعدات التي تصلهم. مالك؟ شو؟ كسو؟
خرس غريب ودك اللي عندهم لا عقلي النهار كامل. سلامة وزوجته عزيزة وأبنائهم هم العائلة التي استضافتنا فترة إقامتنا في المخيمات. هنا بالطبع الكهرباء محدودة، لا توجد فنادق أو منتجعات، لكن السلطات عادة تنظم للصحفيين الزائرين أماكن إقامة متواضعة، وفي كثير من الأحيان تكون الإقامة لدى الأهالي باعتبارها مناسبة للتعرف عن قرب على حياة هذه العائلات. قبل أن يعيش في هذه المخيمات كان سلامة يعيش في العيون عاصمة الصحراء الغربية. هرب تاركاً عائلته، وزوجته توفيت في السجن. لم يرها هي أو أي من أبنائه أو أفراد عائلته منذ أن نزح إلى هذه المخيمات. مع عزيزة أسس سلامة عائلة جديدة، جميع أبنائه ولدوا هنا في المخيمات. هو كما كل الصحراويين في هذه التجمعات أتى هارباً عام 75 بعد أن دخل الجيش المغربي الصحراء الغربية. الحياة فارمها ظروف الحرب. عندي أولاد ووالدي راهم في العيون، انطردت عنهم، خليتهم في العاصمة في عاصمة بلادي اللي هي العيون، انطردت عنهم وانفرض علي. هذه 25 عام وأنا مشت 25 عام ما شفتهم، لا والدي لا أولاد. شو بتعرف عن أخبارهم؟ نعرف عن أخبارهم، الجوزة ماتت كانت في الشجن، زوجت 16 سنة في الشجن، بعد الشجن خرجت مكرفة من الشجن هي وأختها وماتت. يروي سكان هذه المخيمات حكايات نزوحهم. ادخل علينا القزو داخلين منطقة سمارة، منطقة يقول لها سمارة، مدينة يقول لها سمارة، ودخل علينا القزو فيها، وانطلقنا لعلى كرعين، لا رافدين ترك، أنا رافدة هذا صغير على رقبتي، وانطلقنا على كرعين، وتمينا لين تعرض لنا الجيش في بلد، هيك الساعة العسكر تقانا منه شي ما هو كسير حتى، والعدة ما هي عنده، شوي قليل من العدة، وانطلقت الناس اللي على كرعيها. ماشي وتمينا لين تكوننا. صراعات الهوية لدى الصحراويين هي إرث قديم. هذه القبائل هي مزيج بربري عربي إفريقي. في القرن 13 عبرت قبائل من اليمن شمال إفريقيا واستقرت في منطقة عرفت بالصحراء الغربية. نقل اليمنيون معهم إلى الصحراء لهجة عربية تعرف بالحسانية. تشربوها تحولت الصحراء إلى مستعمرة إسبانية في أواخر القرن 18، ومنذ ذلك التاريخ بدأت مقاومة الصحراويين للاستعمار. قبيل مغادرة الإسبان لمستعمرتهم السابقة وافقوا على تسليم الصحراء الغربية إلى المغرب التي سيطرت على شمال الصحراء، وموريتانيا التي سيطرت على جنوبها. فوجئ الصحراويون بذلك، خصوصاً وأن مجلس الأمن كان قد أصدر قراراً بمنح المستعمرة الاستقلال. حاربت البوليساريو البلدين
إلى أن خرجت موريتانيا من الحرب عام 79 واعترفت بالجمهورية الصحراوية، لكن المغرب أصر على موقفه. تلقت البوليساريو دعماً كبيراً من الجزائر وليبيا وكوبا، خصوصاً خلال الحرب الباردة، فيما حصل المغرب على دعم الدول الغربية. كانت هذه الحرب سبباً في توتر العلاقات بين دول المغرب العربي، وتحديداً بين الجزائر والمغرب، وهو توتر لم يتجاوزه البلدان فعلياً حتى اليوم. عام 91 تم وقف إطلاق النار بعد سنوات من المعارك التي أودت بأعداد كبيرة من الضحايا من الطرفين. الاتفاق رعته الأمم المتحدة ونص في باقي بنوده على استفتاء على مستقبل المنطقة. مرحبا ياك لباس خير ياك لباس خير طاري صباح. أربعة أيام أمضيناها هنا في المخيمات الصحراوية، عايشنا خلالها بعضاً من الظروف القاسية التي تفرضها الصحراء على أهلها، ولعل العواصف والكثبان الرملية هي أشد الظروف قساوة على مخيمات بالكاد تحمي ساكنيها. كان الجو عادياً، لكنه فجأة تغير وباتت السماء كرمال. لا مأوى حقيقياً لمثل هذه الظروف اليومية للحياة، والتي تطغى فيها الريح والكثبان الرملية. عادة تعقب هذه الكثبان أمطار. كيف كانت العاصفة عليكم؟ متين؟ كانت متين؟ دايما هيك؟ ها؟ ماما ها 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 خلصت نصف وعلوا مرة ماما تعودتوا؟ ها؟ صافية ها؟ ماشتي العائلة عزيزة؟ تعريف؟ ها؟ رمض محل لا 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 ها؟ يعني يشتد قباله ويطيحوا البيوت ويطيحوا اقواطين نحن نبقاو ساكنين يطيحوا البيوت يطيح البيت نديروا علينا شو نثبتوا في ذيك الرق لين سكن الريح عنا نعدلوا منين نسكنوا دائما اقفل لك الدفا اهي بس تمام هسه على الواقع على الواقع الواقع نسويها اوه تضحك تضحك اوه شو هذه تنتهي العاصفة ويبدا العمل على اصلاح ما اتلف انت مصري الريح تجي العواصف الشينه احنا مثلا ناكلوا ولا نشرب ولا الخيام يطيحوا كامله
شتي الخيام يتقلفوا الخيام يتقلفوا نبقاو هكا تشوف منين تسكن الريح ينشروا العليات الخيام ظلوا يدربلوهم يخيطوهم فالمجرون يسكن صفية الابنة الكبرى لعزيزة اعتادت على قساوة الحياة في المخيمات ولم تمنعها من أن تعيش بشكل تعتبره هي طبيعي. نفضل عيش في هذا الواقع الحار عن عيش لندن مملوكة أن تجي بالراحة ويعد عندي أمل ونطمح أني نرجع أني نستغل ونرجع الوطن ونعيشه كيف لا تعتاش العائلات الصحراوية من مؤن تقدمها الجبهة إلى كل اللاجئين. المواد الغذائية والخيام والأطعمة والملابس تقديمات توزع دورياً، تساعد الأمم المتحدة ومنظمات وحكومات في تقديمها. العائلات الصحراوية لا تتلقى أموالاً من الجبهة ولكن مساعدات عينية. حاولت البوليساريو التي تضم 8000 رجل ممارسة دورها كدولة. للجمهورية الصحراوية رئيس هو محمد عبد العزيز. شكلت وزارات وهيئات مختلفة لإدارة المخيمات وتنظيمها، إلا أن البوليساريو تفتقد أهم مقومات الدولة، الأرض، وهذا يجعلها أسيرة الجهات الداعمة ومواقفها. في الأراضي الجزائرية توجد المخيمات، هي أعداد هائلة من السكان وفيها كل المؤسسات الصحراوية وفيها طبعا الوزارات، خاصة وزارة التعليم وزارة الصحة وعدد من المؤسسات التي تقوم بشؤون اللاجئين. هذه الوزارات هي موجودة بالمناطق المحررة ولكن لها فروع في المخيمات، والدولة الصحراوية دولة قائمة بجيشها بحكومتها بكل هيئاتها الحكومية، وهي دولة تكافح من أجل استرجاع سيادتها على كامل وطنها، وهي دولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية ولها علاقات دبلوماسية مع أزيد من 70 دولة عبر العالم. إذن الأغلبية منذ العام 91 يعيش الصحراويون بانتظار حدث يتقرر بموجبه مصيرهم، الاستفتاء. اقتراح الاستفتاء طرحته الأمم المتحدة منذ العام 1965، لكنه أقر رسمياً عام 91 بعد أن نجحت المنظمة الدولية في وقف القتال بين الطرفين. تأجل الأمر مرات وسنوات عدة بسبب خلافات بين الجانبين حول من يحق له الإدلاء بصوته ومن هو الصحراوي. هاي الشيخ، هاي هاي له
السؤال الذي سيطرح على الصحراويين هو: أتريدنا الاستقلال أم الانضمام إلى المغرب؟ الصحراويون قلقون من عدم احترام المواعيد التي حددت آنفا للاستفتاء. هذا الاستفتاء كان يجب أن ينظم في يناير 1992، لكنه لم ينظم مع كامل الأسف، نتيجة لأن الطرف الآخر لم يحترم التزاماته وطلب يعني تنازلات جديدة. ملف الصحراء الغربية والاستفتاء بشأنها هو ملف أساسي للحكومة المغربية التي حشدت إمكاناتها الإعلامية والسياسية لمواجهة هذا الاستحقاق. أزمة الصحراء أساس للاستقرار في المغرب، الذي يعتبر أن الاحتلالين الفرنسي والإسباني قد جعل المغرب يخسر أراضيه، وبالتالي فمن غير الممكن القبول بغير مغربية الصحراء. التزام الملك الراحل الحسن الثاني باستعادة الصحراء كان قوياً، إلى حد أنه وصف الأمر يوماً بأنه مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى النظام. هذه المشكلة هي أكبر قضية وطنية لدى المغرب، وحاولت القيادة المغربية دائماً أن تسحب الاحتضان الذي تلاقيه البوليساريو من الجزائر ودول أخرى. وإلى العالم موقف الملك محمد السادس يبدو متقارباً، إلا أن الملك الجديد أبدى مزيداً من الليونة من خلال مجموعة من الإجراءات التي أعلنها وتتعلق بمشاكل الصحراء الغربية، منها مواجهة مشكلة البطالة والمطالب الخدماتية وتشكيل مجالس محلية. أتت هذه المواقف بعد أنباء عن توتر في المناطق الصحراوية في المغرب، وقد حرص الملك محمد السادس على إظهار وتأكيد التزام بلاده بخطة السلام، شريطة السماح لكل المتحدرين من أصل صحراوي المشاركة بالتصويت. في أواخر العام 98 زار الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان مخيمات اللاجئين في محاولة لإيجاد حل لمن بقوا أسرى الصحراء ل24 سنة. قدم أنان طروحات حول من يحق له التصويت وإمكانية الاستئناف لدى اللجان المشرفة في حال لم يحق لهم الاقتراع. فالأمم المتحدة ترعى مهمة تحديد هويات الصحراويين. احتفل الصحراويون بزيارة أنان وباعتماد صيف العام 2000 موعداً للاستفتاء، لكن احتفالاتهم ذهبت سدىً مع تقارير صدرت مؤخراً عن الأمم المتحدة تؤكد أرجحية التأجيل لسنتين أو ثلاث. التأخير بحسب تقرير للسيد أنان مرده إلى كثرة الطعون المقدمة والتي تصل إلى 100,000 طعنوا بقرار استبعادهم عن قوائم الناخبين، كما أن على الأمم المتحدة أن تتعامل مع 65,000 شخص يقول المغرب أن لهم حق المشاركة في الاستفتاء. هذه المعطيات تقول الأمم المتحدة أنها تؤدي حتماً إلى تأجيل الاستفتاء. أعداد الصحراويين مختلف عليها لدى الطرفين، لذلك
حددت الأمم المتحدة معايير لمن يحق له المشاركة، وقد شحذ الطرفان كل طاقتهما للبحث عن صحراويين تنطبق عليهم معايير الاستفتاء. تبادل الاتهامات لم يتوقف. البوليساريو تتهم المغرب بإدراج مغاربة من أهل الشمال في لوائحه، والمغرب يتهم البوليساريو بعرقلة عملية تحديد الهوية واحتجاز صحراويين ينادون بعدم الانفصال في مخيمات تندوف. صعب بالنسبة لي، أنا أعتقد أنه هو يصوت صالح المغرب. صعب جدا نفسه أنه مثلاً عن 23 سنة هنا بنكافحوا بنضحوا بنتحملوا الطبيعة كلها من أجل أنه في النهاية بتصوت، يعني مش معقول. عبد الله شاب صحراوي درس في بداية شبابه في إسبانيا، ثم عاد منذ سنوات إلى الصحراء. خدم في الجيش وهو حالياً يعمل في لجنة التشريفات في إعلام الجبهة. صعوبة الحياة والخيارات المحدودة لم تلغي بعد خيار الحرب. إذا كان في إرادة مثلاً عن المغرب، ما فيش إرادة عن عدم مخطط السلام ومفروض علينا أن نقوم بالسلاح، بنقوم بالسلاح. أنا زي إخواني، نحن ما نعجز، يعني ما ناش محبين للحرب، لكن إذا كانت مفروض علينا الحرب فنحن مستعدين للحرب. أحد مهام عبد الله تعريف زائري المناطق الصحراوية بمراكز أساسية. كان أحد الأماكن التي رغبنا في زيارتها هذا المجمع المصنوع من الطين. إنه سجن تحرسه الصحراء. الحراسة الأمنية بالكاد تمكن ملاحظتها، فمن الذي تسول له نفسه أن يهرب حين تكون الصحراء هي المفر؟ هذا المجمع هو سجن للأسرى المغاربة الذين أسرهم الصحراويون خلال الحرب. أحد النقاط العالقة في قضية الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو قضية الأسرى المغاربة، فلدى الجبهة حوالي 2000 أسير مغربي تم أسرهم خلال المعارك بين الجبهتين. هؤلاء الأسرى يتوزعون على سجنين في عمق الصحراء، واحد منهم هذا السجن الذي لا يبعد أكثر من 60 كيلومتراً عن الحدود المغربية. هؤلاء السجناء وقعوا أسراً في معارك متفاوتة منذ العام 75 حين بدأت المعارك وحتى توقف القتال عام 91. البوليساريو تقول إن لدى المغرب أسراً وسجناء صحراويين. بن منصور عز الدين أسير مغربي قضى نصف عمره في هذا السجن الصحراوي ويعمل على تطبيب السجناء داخل السجن. أسير عملية البويرس في سنة 1979. الجيش المغربي ولا؟ يعني اشرح لي ملابسات الاعتقال. أنا كنت أخدم الخدمة العسكرية. في إطار الخدمة العسكرية كنت أسير. سنة 79؟ سنة 79. ومن 79 لليوم كيف عايش؟ لاباس. اشرح لي كيف عايشين؟ إيوا نعيش هون في هذا المركز هذا مدة 20 سنة. والمهمة ديالي هو نعالج الأسرى المغاربة. مدة السجن تتعلق بحل المشكل.
داخله في اطار مخطط سلام. متزوج؟ لا. شو شعورك لك 20 سنه؟ ايوا 20 سنة هون مدة طويلة جدا. جيت هون شاب صغير وبعد ذاك انا عندي 48 سنة. تأجيل الاستفتاء يعني ايضا ابقاء ملفات عدة عالقة، منها ملف الأسرى والسجناء. في هذا السجن يتواصل الأسرى مع بلدهم المغرب عبر الصليب الأحمر وعبر التلفزيون. إن تصوير منشآت الدماغ يمكن أن يستعمل لمعرفة سبب الصرع بعد أن يتم تشخيصه. من الأدوات التشخيصية الأخرى صورة محورية طبقية على الكمبيوتر. أسر طويل وصحراء ومستقبل غير واضح، عناصر تقود بلا شك إلى أوضاع نفسية صعبة. لكن بن منصور يقول إن إيمان هؤلاء السجناء قد حال دون وصولهم إلى حد الانتحار أو الجنون. انعدام الحرية سواء في الصحراء أو غير الصحراء شيء يأثر على حياة الإنسان. هناك بعض الأسرى التي تتجاوز مدة إقامتهم في السجن مدة 24 سنة، أي منذ 1975. هناك أمراض نفسية خاصة متعلقة بانعدام النوم بعض الأحيان، مثل أوجاع رأس متعلقة بالأمراض، أمراض قرحة المعدة، والأمراض حالة الاكتئاب، الأمراض المتعلقة بالسجن خاصة بالسجن ومدة الإقامة في السجن. نلاحظ أن هذا أن الناس متشبثين بالدين، وأن الدين هو الملجأ الوحيد الذي يجعل يخفف عن النفوس. مدة السجن تتعلق بحل المشكل، داخلة في إطار مخطط سلام. تكثر النساء الصحراويات في شوارع المخيمات، يسرن بشكل أسراب ملونة تلفت أنظار الزائر وتدخل الدفء إلى البيوت والأزقة. تنظيم المخيمات هو تقريبا في يد النساء، فمعظم الرجال لا يعيشون في المخيمات. على الرجال واجب الخدمة في الجيش، لذلك فإن غياب الكثيرين منهم عن العائلة شبه دائم. ومن الرجال من يرتحل في الصحراء لأشهر عدة بغرض رعي الماشية.
للصحراويات مراكز في مجالس وهيئات الجبهة، ولهن وظائف إدارية وتعليمية. هذا دون أن يتخلين عن دورهن في إدارة العائلة وشؤون البيت. لم لم حجيدة الصحراويات يميلن غالبا إلى الجرأة، ووجودهن طاغ في المخيمات. الزواج أمر يلقى تشجيعاً كبيراً من الصحراويين ومن البوليساريو نفسها، فالجبهة تقيم حفلات الزفاف وتقدم السكن، وهي تدفع المهور للراغبين في إنجاب أجيال جديدة من الثوار. إلى جانب مسؤولياتها المنزلية تواصل سايلة تعليمها، بل هي ككثير من الصحراويات خضعت للتدريب العسكري أيضا. نحب نقرأ ونحب نعود نشتغل ونعود نخدم على أهلي. كيف الراجل عندنا الخدمة اللي عدلها الراجل تقريبا تعدلها المرأة، وتعودنا على الشغلة. شغلتهن الحمادة شغلة صعبة وتعودنا عليها. يتدربوا ورفدوا السلاح. شوفوا نتدربوا كي يجي الصيف، هون يجينا الصيف تجي الطلبة من المدن تقرأ فيها، من الجزائر من ليبيا من الخارج كامل تجي الطلبة هون، ونبدأ نعدلوا تدريبات نتعلموا على السلاح. انت تعلمت سلاح؟ تعلمنا. سعيد بحبني نيجي. والدة سايلة أم سعيد يغيب عنها زوجها شهوراً عدة في الصحراء، وكذلك أبناؤها الذكور الذين وصلوا إلى مرحلة التعليم الجامعي. محمد يزور عائلته في العطل، فهو ككثيرين من أبناء جيله يسافر للتعلم في ليبيا. في بداية تكوين مراكز اللاجئين كان هناك تدهور كبير في مستوى التعليم كما في أمور أخرى، وانتشرت الأمية وبلغت نسباً عالية. اليوم وفي هذه المخيمات في الصحراء نظام تعليمي من أنجح الأنظمة في إفريقيا في محو الأمية، التي تم القضاء عليها بنسبة 95% بحسب الأمم المتحدة. في المخيمات تنتشر المدارس ومراكز محو الأمية. صحيح إنها مراكز أولية وقدمت تعليماً ابتدائياً، لكنها ساهمت في تعليم القراءة والكتابة للجميع. ترسل البوليساريو الطلاب من الجنسين في بعثات لإكمال تعليمهم. اللي يقرأ في الجزائر وفي ليبيا وفي كوبا، في اللي في إسبانيا مختلف. نمشي من هون تيا نقرأ، نتحمل السفر بيا ماشي نقرأ. ايه مشو 15 يوم مسافرين على الصحاري في الحافلات، بنجل كان نتعلم
ونرجع بالصيف فوتوا 9 أشهر فمتي ونرجع هون للصيف نفوت الصيف ونعدلو هونتيا برامج صيفية هونتيا ونرجع مالي نقرأ في ليبيا. مين بيعلمكم على حساب مين تتعلم؟ عن الدولة حساب الدولة هون تنسق مع الليبيين اللي جان الثورية في ليبيا منظمته في متية وتكلف بين احنا في ليبيا تعطينا الماكلة نقراو كل شيء مصاريف عليهم. بفعل الاستعمار الإسباني الطويل فإن معظم الصحراويين يتقنون الإسبانية إلى جانب العربية وهي اللغة الثانية التي تدرس في المدارس. منظمات إسبانية كثيرة غير حكومية تفيد دائما إلى المخيمات وتقدم مساعدات إلى الصحراويين. هناك مؤسسات تشرف على رحلات صيفية منتظمة للأطفال الصحراويين إلى إسبانيا وأوروبا لقضاء العطلة. كذلك هو حال الدعم الكوبي للصحراويين. كثير من الشباب الصحراوي يذهب في بعثات تعليمية وتدريبية إلى كوبا. السلام عليكم. نحن شعب لاجي وكل ما يمدنا ايد مساندة بنستعملوها لان محتاجين لها. كوبا سافروا لها الكثير لانهم كوبا هي اللي فتحت اكثر مكان للدراسة اكثر هي مثلا هي والجزائر هم اكثر الدول اللي بعثوا لهم الصحراويين الطلبة واسبانيا اخيرا. عالية درست الطب في كوبا لمدة 12 سنة وعادت تمارس مهمة في ظروف شاقة نظراً لقلة الإمكانات. ما هي كاملة جاهزة. شتي أنا عندي نخدم به لا هذا الاستيتو ولا تاع التنسيون ولا شي جبتهم اللي معي في كوبا من كوبا. لا تخرجت بهم من كوبا جبتهم معي اشتغلتهم. أكثر شي عانوا من الطبية هي سب تغذية. من سب تغذية نتواجه ياسر مسار كيف تلانيميا هيك نخصن دم. يا سلام لسب تغذية بهم تغذيتهم ما هي تغذية صالحة المناسبة لي. نتولى الأساس راعي دراسة دبرة. التغذية محدودة وكثيرا ما تمتزج بالرمال التي تهب في أي لحظة. المياه شحيحة ولا مقومات حقيقية للحياة. احتمال العودة إلى الحرب ومزيد من التشرد لم يسقط من الحسابات. دول تتلاقى وتتباعد على حسابهم بحسب الظروف والمصالح. عناصر كثيرة تتحكم بحياة الصحراويين وتجعلها قاسية، لكن لهم أسلوبهم كي لا تكون حياتهم شقاء خالصا. لمعيشتهم مسار خاص تكيف مع الظروف. في الصحراء تتلاشى أهمية الوقت والزمن. هنا تسير الحياة بهدوء شديد يصل إلى حد البطء حتى يكاد يخال الواحد أحياناً أن الزمن توقف. العولمة أو الألفية الثالثة عبارات تفقد دلالاتها هنا في الصحراء وسط الرمال والخيم والشمس الحارقة.
الصحراويون لا يعيشون زمنا متخلفا بالتأكيد، لكنهم يعيشون زمنا بطيئا لا يسابق إلا نفسه. نحن إلى حد الساعة ما زلنا نتقلد بكثير من العادات الصحراوية، نظرا لأن زي ما قلت أنت لسنا متمدنين إلى حد الساعة في مخيمات، ولهذا أكثر شيء هو ما زلنا نعيش بالعائلة كبيرة، يعني كل العائلة موجودة، وفيه كمان التقاليد وعادات الصحراويين كلهم، احترامات بين الناس الكبار والشباب. كيلك ذيك الكرات اغي كان الصحراويون يتوقعون ان يعبروا الى القرن الاتي وقد حسم مصيرهم. خابت التوقعات، عادوا الى الانتظار الذي يبدو انه قد بات خيارهم الوحيد. Thank you.